هشام. ازيك يا هشام؟ ازيك يا طنط؟ اهلا. وحشاني قوي. ما تشوفيش وحشاني يا خالي. الله يخليك. ازيك يا بنتي؟ انت اللي ليكي وحشه والله. ايه ده، هو انت فعلا مسافر بجد؟ هقول لك على حاجه يا بنتي، والله ما حدش دلوقتي بيسال عليا في الدنيا، ولا اقدر اسال على حد غيرك انت. عارفه ليه؟ زي ما انت قلتي، عشان مسافر 16 وسايبنا. 16؟ ليه؟ مسافر ادرس بره. منه لله اللي كان السبب. بقول لك ايه؟ خش جوه غير هدومك وانا جاي وراكي. خشي. بنت عمتك بتسألك انت مسافر ليه؟ رد عليها يا ابني. هشام رد عليا، انت مسافر ليه؟ وايه القرار المفاجئ ده ليه؟ القرار مش مفاجئ ولا حاجة يا شمس. وبعدين يعني متقلقيش، انا مش مسافر عشان الكلام اللي انت قلته لي. انا محضر السفر ده من زمان قوي، ممكن كمان اوريك الايميلات لو عايزة تشوفيها. وبعدين هو ايه يعني اللي يفرق معاكي سواء قعدت او سافرت؟ انت اللي تفرق معايا، تفرق معايا جدا هشام. انت مهم قوي في حياتي. انا بعد بقيت انت السند بتاعي. انا انت المسؤول عني، انت الوحيد اللي كنت بتقولي انا مسؤول عنك. انت ازاي تمشي كده من غير ما انا اعرف ليه؟ ما انا كمان مش مطالب ابقى موجود لمجرد انك عايزين ابقى موجود وبس. انا عندي حياه. مظبوط طبعا، عندك حق. اكيد حياتك ومستقبلك قريب مني جدا جدا، بس انا كان نفسي تفضل جنبي. انت كده مسافر بلد تاني، انا ممنوعه من السفر ولا اقدر اروح اي حته. أنا بجد يا هشام أنت مهم أوي بالنسبة لي أوي. بجد يا شمس؟ أيوة بجد. أنا عارفة إن مينفعش أخليك مرتبط معايا بحاجة، ولا ينفع بس إن أنت عشان ابن خالي تفضل جنبي. انت ابن خالي وصاحبي حاجات كتير قوي، والله والله انا متلخبطه قوي. انا خايفه يا هشام. ما تتلخبطيش يا شمس، انا هفضل جنبك على طول، ما تخافيش. ارجوك يا هشام بجد هتفضل جنبي على طول. اكيد صدقيني. انت لازم تعرفي ان انا بحبك قوي، فاهم؟ عارف يا شمس.